مرحبا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. استضافت هيئة الدفاع عن الصحفي إحسان القاضي المسجون بالحراش صبيحة اليوم السبت بمكتب المحامية زبيدة عسول مؤتمرا صحفيا لتنوير الرأي العام وإزالة الغموض حول طبيعة التهم الموجهة إلى الصحفي قاضي إحسان. واعتبرت هيئة الدفاع عن هذا الأخير خلال الندوة أنه متابع بنص كان في الطي النسيان يعود لعهد الرئيس الأسبق هوري بومدين ونصوص أخرى تتعلق بالجرائم السياسية. دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم السبت المنظمات النقابية لعمال الأجراء ولأرباب العمل إلى الإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلياتها النقابية على الهيئات المستخدمة وكذا إلى السلطة الإدارية المختصة في أجل لا يتعدى 31 مارس 2023. فندت ملبنة الصمام اليوم السبت في بيان لها الأخبار المتداولة حول توقف الإنتاج على مستوى مصنعها، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تموين السوق. كما أشار ذات المصدر إلى أن ملبنة الصمام ليست لها مسؤولية بخصوص مضمون هذه الأخبار. تعادل المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم اليوم السبت أمام ضيفه الغاني في لقاء ودي جمعهما في ملعب نيلسون مانديلا دون أهداف. وقد كانت مواجهة اليوم هي أول مباراة تلعب في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، والذي سيحتضن مباريات الدور الأول للشان. وفيما يخص الأخبار الدولية، قال الاتحاد الوطني لصحفيين في جنوب السودان اليوم السبت إن 6 صحفيين اعتقلوا بسبب تداولهم مقطع فيديو يظهر الرئيس سيلفا كير وهو يتبول على نفسه فيما يبدو في مناسبة رسمية. أعلنت الرئاسة التونسية يوم أمس الجمعة إقالة وزيرة التجارة وواليس فاقس ثاني مدن البلاد وسط أزمة اقتصادية وسياسية تشهدها البلاد، فيما قال الرئيس قيس سعيد إن الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع غاديو تيغي أمبونات أو على مغرب إيمرجون بونات أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.